كان يا ما كان، وهالحكاية من جنوب لبنان من ستة الله يطول بعمره. بتقول الحكاية انه كان في ملك ظالم، وهذه الحال في اغلب الاحوال. في ملك ظالم، وهالظالم قرر بيوم من الايام انه يتخلص من كل كبار السن، انهم يتاخدوا كلياتهم ينحطوا بوادي لحالهم ويموتوا ويتركن هنيك، وما عاد بده كبار السن بمملكته، لأنه كبير السن حسب رأيه هو عاله بيستهلك ما بينتج. وهيك صار الشعب ما قدر قاوم ظلم الملك، وتخلصوا من بياتهم وإماتهم الكبار بالسن أو جداتهم وأجدادهم، إلا شاب واحد ما قدر قلبه يطاوعه يعمل هالشي. خبى بيه بقلب الكوارة، الكوارة هيك مثل مكان خاص كانوا يخبوا فيه الأكل من أيام زمان. خبى بيه بقلب الكوارة وعالسكات وبعيد عن عيون الملك وعيون جواسيسه، قدر خلى بيه عايش. لنهار تفتل معه فتلة الظلم للملك من جديد، وبقلن كل الشباب بكرة عند أول الفجر بدهم يروحوا على الحقل ويحصدوا الهوى، يحصدوا الهوى، بدهم يحصدوا الهوى، وكل الوقت من الفجر للغروب بدهم يضلوا موطيين، ممنوع حدا لا يعلي راس ولا يعلي ظهر. كلياتهم قالوا حاضر، إلا هالشاب فتح الكوارة وقال له يا بيي هالملك بده ايانا نعمل هيك، كيف بدي ضلني أنا لمدة كل نهار موطي بهالطريقة؟ ما بقدر. قال له يا بيي ليك شو بتعمل؟ أنت وعم تحصد الهوى وتعمل بإيديك هيك، كل شوي بتعمل ايدك وبتحطها على تمك وبتعلي ظهرك، ونسألك الملك ليه؟ قال له يا ملكنا اللي بيحصد بده يدوق الحصده، وانا عم دوق الهوى، عم دوق اللي حصدته. تاني يوم عند الفجر كل هالشباب قاعد موطي ما حدا قادر يعلي ظهره، عم بطق من الوجع، ولا هالشاب كل شوي بيعمل هيك وبيعمل ايدك وبيعلي ظهره. اجا الملك قال له انت شو عم تعمل؟ مين سمح لك تخالف القرار اللي اعطيته؟ قال له لا يا ملكنا أنا ما بخالف قراراتك، بس مثل ما بتعرف الحصيدة اللي عم نحصدها بدنا ندوقها لنشوفها إذا منيحة أو مش منيحة، وأنا عم دوقها بس بعلي ظهري وبعلي راسي وبدوقها. قال له تعال هون قرب لعندي، أنت ذكي كتير، بدي أختبر ذكائك بثلاث حزازير، إذا عرفتن رح عينك عندي وزير، وإن ما عرفتن رح قاصصك على المخالفة اللي عملتها اليوم. قال له دخيلك شو بدك يا ملك؟ قال له الحزورة لأول يوم بتقول بدي إياك تعرف، ركزوا معي إذا بتعرف الحزورة، كيف إذا الخروف أكل كتير 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 ما بينصح ولو إيه. بتعرف شي؟ بتعرف شي يا أبا؟ نسأل الشيف. راح لعند بيه قال له يا بيه دخيلك كيف بحلها الحزورة؟ قال له بتقله للملك الخروف بحط الأكل قدامه ما بخليه يوطي لياكل، وبحط بوجهه ذئب، بخلي عينه بعين الذئب، كل الوقت بخليه مرعوب وقلبه عم بدق بسرعة، وأنا بطعم الخروف بإيدي. على الخوف حدا بينصح؟ راح لعند الملك وقال له هيك جواب الحزورة، بحط قدامه ذئب والذئب عينه بعين الخروف وأنا بطعميه بإيدي ما بيوطي راسه. قال له حلو. حزورة التانية، كيف بتقدر تكون لابس بإجرك وحافي بنفس الوقت؟ بتعرف الحل؟ صعب صراحة. ريما بتعرف الحل؟ راح لعند بيه قال له شو الحل؟ وعطاه الجواب. راح لعند الملك وقال له لتكون لابس وحافي بنفس الوقت بتلبس صباطك بتشده منيح وبتقص النعل من تحت، هيك أنا لابس وحافي. قال له الحزورة الثالثة، بدي إياك تعرف كيف أنا بكون راكب وماشي بنفس الوقت. راح لعند بيه وسأله، كان الجواب للملك يا ابني ركاب على بغل قصير، بغل صغير تقعد عليه اجريك بدقه بالأرض وبتكون ماشي وبنفس الوقت بتكون راكب. الملك تعجب كتير وقال له رح أوفي بوعدي ورح عينك وزير، بس عندي سؤال، هالحزازير مين حلل لك ياهم، انت أو حدا كبير؟ لأنه هالحكمة ما بتجي من حدا شاب بأول عمره. قال له علي الأمان يا ملكنا. قال له عليك الأمان. قال له لما إله كبير ما
ما إله تدبير. بيي اللي ما خليت حدا إنه يعرف إنه موجود هو اللي حلل لي هيدا الحزازير. قال له بما إنه عليك الأمان وبما إنه اكتشفنا قديش الكبير عنده تدبير، أنا من اليوم رح طلع قرار وقف فيه هيدا القانون، ورح عين بيك هو الوزير، لأنه فعلا بدون كبير ما في تدبير. حلو كتير. يعني شعرة يمكن اللي بس نستخلصه من القصة انه بدنا نتشكر جدك ايه؟ على اول شيء الحكمة اللي اعطيتك اياها وهي حكاوتية هي علمتنا الحكايات. حلو كتير. هي الى حكاية لحالة ست ايه شيء من ما اتاه ولا يستغربوا يعني. نعم. والحلو بهيدي الحكايه يمكن هلا وقتها بالضبط، لانه نحن فتنا بجائحه كورونا وسمعنا كثير من الاراء حول التخلص من كبار السن ومناعه القطيع. صحيح. وكل الامور انه الكبير خلص دوره بهالحياه. صحيح. بس في دور كثير مهم للكبير، غير انه بركتنا وغير انه هو سبب مطرح ما من سعادتنا، هو حامل ارث كثير كبير من الحكمه ما منلاقيه الا عند كبير السن. صحيح. بتعرفي ساره كمان يعني وانت عم تروي الروايه يعني هيك بنتذكر انه في كثير اشياء ان كومن او متشابهه بثقافات الدول العربيه. صح. ربما. صح. هاي روايتك بتجمعنا اكثر. صح. فحلو كثير.